رأيك بكرة هيك تاخدنا كسدورة على المول، نشتري لنا كم غراض، كم قطعة تياب؟ انت هيدا شاطرة فيه، الصرف، صرف، صرف، قبل ما يجوا المصريات بدك تبلشي صرف. لا حبيبتي، بيجوا المصريات دغري بفوتوا على الحساب. خليك عندك. إيه علينا والقصة كل مرة. خلص غسان، شو؟ شفتوا لصلاح؟ خلص نقصنا مصاريف شرفك، حقهم بلوي هول تبعول التعقيم، حقهم هالقد تخنت بقى كتير هيك. طب خلص خبرني، شفتوا لصلاح ولا ما شفتوا؟ لا ما شفتوا، قال راح يبيع السيارة. راح يبيع السيارة يعني راح يرد المصريات اليوم؟ ليه بس من عنه بده يرد المصاري؟ معي ما فيه أمي رحميني، أو بحبسه. غسانو، بتعرف شو أحلى شي صار بالجمعية؟ إنه النصب علينا، والحمد لله كله بفضلك. لك خلص بلا مسخرة، أحلى شي صار بالجمعية إنه ميرفت خفت إجره شو علينا. وإذا ما دفعوا المصاري بدي أقطع لهم إجرهم على الآخر، وخاصة عن هيدا النص رجال جوزة. لك عيب وعن جد عيب، ما نون قاعدين بوجنا كل نهار جيراننا هون. لك يا زلمة، يا سلملم، على أساس إنه أنت بحبي يعني بتحبيهم لجيرانك؟ حبيهم، أنا بكرههم. طب غسانو، يعني إذا صلاح رد المصريات اليوم، شو رأيك بكرة هيك تاخدنا كسدورة على المول، نشتري لنا كم غراض، كم قطعة تياب؟ انت هيدا شاطرة فيه، الصرف، صرف، صرف، قبل ما يجوا المصريات بدك تبلشي صرف. لا حبيبتي، بيجوا المصريات دغري بفوتوا على الحساب. بعدين شو ناقصك؟ بدي افهم شو ناقصك؟ هي خزانتك مليانة تياب، اشتريتيهم من 5 سنين، شو بهون؟ شو؟ انتزعوا يعني؟ الموضة تغيرت، تلبسيهم. طولي بالك، بيرجعوا بيدرجوا، بتلبسيهم عن جديد. خلصنا بقى، بقول المثل خبي قرشك المسمل ليومك المحمل. شو؟ هيدا المثل تبع الأبيض والأسود، شي هيك. ما في أمل. أمل يسم بدنك. شو؟ يسلم لمعدنك. يا أخي من ساعة ما قررت أبقى فيجيتيريان ما باكلش غير لحمة. صح هذا. ما زهقت. صح. الله معكم يا أوادم. الله معكم، شو الأخبار؟ ما تعزوني، كان عندي كم شغلة هيك عم خلصها ولا شيء. أخرت شيء عليكم؟ لا بالعكس. بقى الله يخلي لنا هيك بديع، دائما جاي معنا على الحلوة والمرة، أحلى رفقة وأحلى صحبة وأطيب أكل وعزايم. بس هالمرة يا غسو العزيمة مو علي، على الأستاذ صلاح. أوف يا سلملم. ومرفت شو وضعها، رح تقبل؟ إيه مرفت دي أبو مرفت واللي جابه مرفت، أنا يهمني معاك وحش غضنفر. الحقيقة يا جماعة أنا حسيت إن أنا زعلتوكم في الموضوع بتاع الجمعية والكلام ده، وقلت ما يصحش برضو، إحنا جيران، فقلت يعني ما فيش أحسن من قعدة العرب واللقمة الحلوة اللي ما بيننا اللي تروق الجو. ده صحيح، الظرف ده الفلوس اللي أنت كنت نسيتها بتاعت الجمعية. إيه حبيبي، حبيبي سلم ديتك يا عيون، سلم ديتك. تليفونك بيرن. لا ما بيرن. لا بيرن. الو، ايه ليكني جاي. ايوه سامعك. عارف الوقت؟ ميربت اهي. يا ميربت يا حبيبي. ايه يا لهوي، امتى يا لهوي؟ يا لهوي مين؟ بديع صلاح، بديع صلاح. غسانو، أنا تعبت يعني كل الشغل علي بالبيت، أنا بدي كنس وأنا بدي أطبخ وأنا بدي أجلي وأنا بدي مسح وأنا بدي درس مروان، تعبت وحدي.
قص انا عم بحكي معك. شو بك يا حب؟ ما شايف الشغل فوق راسي؟ بعرف يا حب، وانا كمان الشغل فوق راسي، تعبت وحده ما بقدر كمل هيك، لازم تلاقي لي حل. ما في غير حل واحد، انا اطبخ واجلي وكنس واشتغل عندك، شو رايك؟ فكره حلوه، يوم انا يوم انت. يا سلام لم، يوم انت يوم انا، على اساس انا بالشغل عم بلعب، ما عم بشتغل مثل الحمار كل النهار، وبس اجي على البيت بقعد بوجه اللابتوب لاخر الليل، شو بدك بعد؟ بعرف حياتي انك مثل الحمار بتشتغل يعني، بس انا كمان بدي حل. شو رايك نقول لبهجه تيجي تساعدني هون بالبيت؟ يعني رهف منا احسن مني تبهجه كل نهار بتنظف لها. ايوه واضحه الخبريه، كل القصه قصه غيره نسوان، لا تعب ولا شيء، واضحه؟ لا مش غيره نسوان، انا تعبت كل الشغل علي بهالبيت، شو فيها اذا بهجه تيجي تساعدني؟ هيدي مهجه انا ما بحبها، هديك المره خربتنا بين بعض نحن الجيران، لسانها طويل. لانه الحق علينا، نحن حكينا قدامها. قد ايه بتاخذ بهجه؟ ولا شيء يعني شيء 1500 2000. ألف خمسمية ألف ألف خمسمية ألفين، شو بدك تجننين أنت؟ شلح شلح الوزرة، شلحيها شلحيها على السريع. ألف خمسمية ألفين لبسيني إياها، أنا بكنس، أنا بجلي، أنا بمسح وبعمل لك مساج كمان. ألف خمسمية ألفين. في أمل. اسمك ألفين؟ بيي كلها ألفين، ادفعها وريح ماما وريحني. بلا شو؟ بعد ناقصني سبونج بوب يعطيني نصايح، يلا بيي روح روح. ما في أمل.